بانك هني تشرح نشرحوا هني الناس اللي كيتابعونا على قناه شوف تي في. دابا هذا هو موضوع الساعه هي بان هذا المنزل اللي عنده واحد التراث من طرف الاخوه ميغري اللي عندهم ازيد من يعني منذ 1975 كنعرفهم بانهم يونس وحسن الله يرحمهم محمود يعني داروا واحد الكارير اللي هو في الودايه. بغيناك تقول لنا يعني شحال شحال تلقيتو نتوما كارين وبغينا نعرفو حتى الثمن ديال الكرا اللي كان عندك. من 1974 شحال كنتو كارين؟ اظن 500 درهم هذا في ديك الوقيته. شحال وصلات؟ ما عرفتش شحال وصلات بالضبط، ولكن احنا كنطالبوا انه في السنوات الاخيره كنا كنطالبوا باش تزيد تكثر فهمتي اللوايي يتزاد. ايوا هنا فين تم الرفض ديال الطرف الاخر يعني فهمتي ما تفاهموش على انه نطلعوا في الكراء بغاو ما بغاوش كاع يعني بغاونا نخرجوا. دونك كانوا كيتوسطوا معلوم المحكمه. احنا شوف احنا الامور الى كانوا قالوا شي حاجه انه ما توصلوش راه لي غوش كاينين في المحكمه راه كلشي قدام المغاربه يعني راه ما غاديش نجيبوا شي حاجه من راسنا حنا راه لي غوش كاينين في المحكمه. اي واحد يمشي يجي يدي محامي ويمشي يشوف لي غوش ديالو. يعني هذا النزاع ربما شحال من عام؟ شي اكثر من 10 سنوات. من 2009 ملي تخدات الدار مورا ظهرنا هادشي هو النزاع. ثم ما اكتشفتوا القضيه حتى العام عام واربع شهور. عرفتش بان الدار تباعك؟ ما كناش عارفين هذا هو. ايوا واش نديرو حنا؟ حتى حنا مشينا في المحكمه ما بغاتش السلم ما بغاتش تكلم مشينا للمحكمه هي مشات للمحكمه وحنا دافعنا على راسنا هادشي اللي كاين. شو بان جمهور يعني المحبين اخوان ميغري كاين اللي تعاطف معكم كاين اللي تيقول لك لا السيدة دارا يعني شنو باش تقول لهاد الناس اللي تتم انتقاد انتقدوكم؟ انا ما بصراحة ما كيهمونيش الناس اللي داروا واحد انتقاد اللي ما دخلش انتقاد ياك اللي ما دخلش في القصة وما عارفينش القصة شنو هي وما كاينش يعني بعادين بزاف وكيديروا انتقادات بلا ما نجاوبهم فهمتي. نقدر نجاوبهم من الناس اللي عارفين القصة يعني الا هضروا معايا بواحد الوثيقة ولا بواحد الكلام اللي قلته قانوني في اطار القانون وما كان صحيح هذاك هما اللي نجاوبهم. اما الى داروا انتقادات راه ماشي راه الفيديو اللي مورا هذا تا هو تلقاه ثاني دار فيه انتقادات فهمتي.